inhibition of normal swallowing are also seen, which may be described as adaptive swallowing or swallowing with endogenous tongue thrust. طيب تعالي نشرح بس شو يعني قلنا الادابتيف تكيفي. مثلا هون في عندي anterior open bite، اوكي بيشت عنده anterior open bite بيجي التنج بيقعد فيها، هيدا عم يتكيف التنج. هون انا ما عندي anterior oral seal، انا بيكون في عندي، تخيل مشت عنده open bite، هيدا اذا 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 بده ياكل الاكل والتنج ما بيقعد هون الاكل حيطلع لبرا، يعني التنج هو وسيله عم يقعد بهالopen bite عم يمنع الاكل يطلع لبرا. يعني انسان لما بياكل بده يبلع الاكل، اذا كان في عندي open bite صعب يضله الاكل داخل التم، لان بما انه اسنان هو البيشنت عم يعمل اوكلوجن من قدام مفتوحين، فيمكن يصير في تسرب للاكل، الاكل ممكن يتسرب لقدام، فعشان ما يصير في تسرب للاكل لقدام بيجي التنج بيقعد قدام، بصير في عندي تنج ثراست. اوكي هو اللي بيسموه ادابتيف سوالوينج. سوالوينج يعني اذا بدكم البلع التكيفي عم يتكيف مع الاوبن بايت الموجود هون، تنج بيقعد هون بيمنع الاكل يطلع لبرا. شو عم بيقول هو هون؟ It involves positioning of the tongue between teeth during swallowing. يعني بالادابتيف سوالوينج شو بيكون؟ تنج موجود بين السنان. الا هو نحن عادة بالنورمال سوالوينج تنج مفروض يكون ورا الانسايزرز، tip of the tongue مفروض يكون ورا الابر انسايزرز، هون موجود بين السنان بين الانتيريور تيث. And may be carried out with the buckle teeth apart. إذا بتطلع هون هالعضة عم نشوف هون البكل تيث او البوستيريور تيث عم بيعضوا على بعضهم، اوكي؟ هلا لما بيكون في عندي انتيريور تانج ثراست والبكل تيث ما عم بيعضوا على بعضهم، هذا بسموه كومبلكس تانج ثراست، هذا من عند مويرز عالم تقويم كان يسميه كومبلكس تانج ثراست. اذا كان في عندي انتيريور تانج ثراست هون والبكل تيث توجذر، هذا بصير اسمه سمبل تانج ثراست. هلا هو هلا مش معرف لك اياهم يعني، بس انت عرف شو الفرق. يعني بالادابتيف سوالوينج هو عم بيقول هون اذا في عندي انتيريور تانج ثراست وفي عندي البكل تيث عم بيدقوا مع بعضهم، هذا اسمه سمبل. اذا عندي انتيريور تانج ثراست والبكر تيث ما عم بدقوا هون بنسميه كومبلكس تانج ثراست. اوكي هو مش حاط سمبل والكومبلكس، بس في عندي خيارين يعني اذا في عندي بالادابتيف سوالوينج، يا بكل تيث ابارت او بكل تيث توجذر. هالصوره هون البكل تيث توجذر، بنشوف هون الاثنين عم تدق ببعضها او انه قريب كثير من انه تدق ببعضها، يعني مثل ما مش شايفين التانج قاعد بين السنين يعني. اوكي طيب هقول هلا لما بيكون في عندك عم بقول لك بكل تيث ابارت، يعني لما بيكون في عندك انتيريور تانج ثراست وبكل تيث ابارت، عم بقول لك هون بين هلالين تانج بوزيشن بتوين تيث، يعني التانج بطل قاعد ورا بيهايند ذا تيب اوف ذا انسايزرز بيهايند ذا ماكسيري انسايزر، صار قاعد بين السنان بتوين ذا تيث. هيدا بيعمل ريديوس ذا ماسل اند اير بريشر وذين ذا ابر ارش. يعني مثل ما بتعرفوا انتوا اذا فرجينا بالفيديوهات، اذا التانج ما كان عم يعمل فيلينج للبلد حيقعد تحت، اوكي؟ لا لما التانج حيقعد تحت شو حيصير بالبلد؟ البلد بطل سبورت، صار بس التشيكس عم يشتغلوا على الابر تيث، شو بصير في عندي؟ بصير في عندي بوستيريور كروس بايت. شفنا كثير فيديوهات عليها اذا التانج عم يعمل فيلينج للبلد. بيقول هون وذين ذا ابر ارش ليد تو نارو ارش، لما بيبطل في عندي يو ارش بصير في عندي في شيبد ارش، بصير في عندي اكيد بكل كروس بايت. Also عم بقول هذا prevents full vertical development of the anterior dento alveolar segment. يعني تشوفوا مثلا تخيلوا هذا هون الانسايزر التانج هون مثل ما شايفين في عندي open bite. اذا بتطلعوا منيح هذا مثلا الكينين هون، اطلعوا قديش اعلى منه الانسايزر وزيت الشيء تحت، شوفوا وين الكينين وشوفوا وين الانسايزر. شو عم بيقول هو هون؟ prevent the full vertical development. هون انا لو ما عندي anterior tongue thrust او بتكون دقيقين الا anterior tongue thrust مش هي سبب المال اوكلوجن، سبب المال اوكلوجن هو الاترست الفورورد تانك بوستشر، هذا هو السبب مش بس حسب جامعه بغداد هو هذا عم بيتسبب فيه. يعني بالحقيقه الا هو الفورورد تانك بوستشر، بس مثل ما بده جامعه بغداد اللي عم يتسبب اللي هون بالانتيريور اوبن بايت هو التانك ثراست. برجع بقول لكم هذا شيء غلط، يعني هلا رح نقرا بعد شوي بروفيت وحنعرف شو القصه. يعني بقى حسب هون اللكتشر هيدا
بما انه التانج قاعد هون فهو اسنان مش قادرين يعملوا فيرتيكال ديفلوبمنت، مش يعني مش ابر تيث ما قادر ينزل لتحت واللور تيث مش قادر يطلع لفوق. اوكي هذا عم بيقول هون بريفنت ذا فول فيرتيكال ديفلوبمنت اوف انتيرير دنتو الفيولر سيجمنت. اوكي ريزلتنج انكمبليت اوفر بايت، وهذا كمان غلط خيب. لما بتحكي فيرتيكال هون بتحكي باوبن بايت مش انكمبليت اوفر بايت. انكمبليت اوفر بايت بتحكيها اذا عندك بروكلينيشن، اذا عم تعمل بروكلينيشن للانسايزرز بصير في عندك انكمبليت اوفر بايت. بس لما عم تحكي على فيرتيكال ديفلوبمنت عم تحكي هون مثل هالصوره هيدي اكيد اوبن بايت مش انكمبليت اوفر بايت. يعني ما علينا، او بيقول لك هون اور بكر تيث توجذر، يعني اذا كان في عندك بكر تيث توجذر وعندك تانج ثراست حسب اللكتشر هون ليد تو انكمبليت اوفر بايت. الا الانكمبليت اوفر بايت انت اذا 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 التانج عم يعمل بروتروجن للابر ماكسيري انسايزرز اور انتيرير اوبن بايت. اذا كان قاعد التانج بتوين ذا upper and lower anterior حاعطيني anterior upper عامل لك due to forward position of the tongue. due to the forward position of the tongue مظبوطة مش due to the tongue thrust. يعني انتبه اذا قال due to the forward position لان هو thrust، اذا tongue قاعد بهيك اكيد هيعمل مال occlusion بس نتيجة tongue thrust لا. طيب swallowing with endogenous tongue thrust. endogenous يعني لما بقول شيء endogenous بمعنى الداخلي، شيء endogenous مش يعني مثلا تحكيكم شو ممكن مثلا ليش يكون في عندي تانج ثراست اندوجينس. اذا عندي مثلا تانج كبير، اذا عندي ماكرو جلوسي، اذا التانج تاع الانسان كثير كبير هيدا اكيد حيكون في عنده تانج ثراست. بس هيدا مش التانج ثراست اللي سبب المال اوكلوجن، فعليا اللي سبب المال اوكلوجن انه عندك تانج كبير. الريستنج بوزيشن اوف ذا تانج دائما عم يكون عم يدق بس عم يعمل لي هالمال اوكلوجن. فسوالوينج وذ اندوجينس تانج ثراست انا عم بحكيك الصح حسب جامعة بغداد بتعمل مال اوكلوجن حسب هون المحاضرة بتعمل. يعني اذا انا قلت لك هذا مش مقتنع اللي عم بيقول فيه بس عم بشرح هو اللي عم بيقوله. يعني swallowing with endogenous tongue thrust يعني اذا في عندك التانج كبير وعم يضل يعمل لك تانج ثراست هيدا هيعمل لك مال اوكلوجن. هو هيك عم بيقول هون. يعني ممكن مثلا هيدا مثلا اول سبب انا قلت انه عندك تانج كبير. السبب الثاني اوقات في بعض الاشخاص بيصير في عندهم عطل بالتانج، يعني ما بيقدر يتحكم كثير بالتانج، بيصير التانج بدل مثلا ما يعمل يكون البوزيشن تاعه during swallowing posterior للابر انسايزرز بيصير لا بيصير هو عم يعمل swallowing لان نتيجه مش عم يقدر يتحكم بالاعصاب، يعني باعصاب التانج مش قادر يتحكم فيهم مظبوط، بصير بيعمل swallowing anteriorly على السنين مباشره. يعني ممكن يعمل لي open bite وبروتروجن. هيدا بقصده الاندوجينس. اندوجينس قصده يعني يا تانج كبير او في عندك neuromuscular control مفقود عندك، يعني في خلل بالنيرفز اللي عم بيغذوا التانج، بالموتر نيرف اللي عم بيغذي التانج. والموتر نيرف للتانج هو اكيد الهايبوجلوسال نيرف هيدا رقم 12. اوكي فاذا في شيء غلط مثلا ممكن الهايبوجلوسال نيرف او شيء ممكن البيشنت ما يقدر يتحكم كثير ممكن يخلي التانج يضل يدق على السن. هذا عم بيقول سوالينج اندوجينس تانج ثراست. سوالينج اكتيفيتي از اكومبلش باي انتيرير ثراست اوف ذا تانج ويتش از ا بيسك نيورومسكولار ميكانيزم. عم بيقول انه هو عم يبلع ريقه هون بصير في عندي تانج ثراست ويتش از ا بيسك نيورومسكولار ميكانيزم. هذا الشيء نيوروماسكولار يعني مش هيدا التونج ثراست هو نيوروماسكولار ميكانيزم مش انه هيك لحاله. يعني طيب عم بيقول سمتمز اسوشيتد وذ انتيرير لسب. شو يعني اللسب؟ اللسب لما بيقول عنده لسبينج او لسب اللي هون معناتها بيقول الاس اف بيقول الاس حرف الاس بيقوله اف. طيب ليش يا ترى بيقول الاس اف؟ انت راقب حالك اذا بتقول حرف الاس اول شيء التانك تاعك ما عم بدق بولا سن، الانسايزرز الابر واللور مش عم بدق فبنقول اس. وفي عندك شغله كمان في سبيس بين الابر انسايزرز واللور انسايزرز انت عم تقول اس. فاذا بعيد انت عم بتقول اس الابر انسايزرز واللور انسايزرز في بيناتهم مسافه والتانك ما عم يعمل تاتشينج. اذا بدك تقول اف انت في عندك سبيس بين الابر انسايزرز واللور انسايزرز بس شو هيدا السبيس مين عم بيغطيه؟ التانج.
التانك عم بيغطي، انت عم تقول اف، التانك عم بيغطي هالسبيس، يعني تقريبا شكله مثل هون اف، بتقول بيطلع التانك بيقعد بين السنان. طيب ليش بنتيجة اذا في عندي فورورد تانك بوستشر هيصير في عندي الاس محل الاف؟ ليش؟ لان اذا اوريدي التانك لقدام رح يدق بسنان اسرع، يعني اذا كان في عندي، اذا حاطلع بس شوي على الفوتوشوب، خليني شوي اطلع هون، ليش حيقول الاس اف اذا اوريدي كان التانك هيدا اللي هون، تنقول عنده الفورورد بوستشر تاعه، لحظة شوي، هيدا التانك هون، تخيل التانك هو بهالبوزيشن كان، بالنورمال ريست بوزيشن هو هون، اوكي؟ إذا البيشنت بده يقول اف، بحاجة التانك يقرب لقدام، يعني بحاجة التانك يقرب كل هالمسافة. إذا حيقول اس، ما بحاجة يقرب، بده يقرب شوي التانك، يعني حيضل في سبيس بين الأبر واللور تي. طيب إذا كان اوريدي التانج هيك قاعد هون، أوكي؟ إذا التانج اوريدي كتير قريب من السنان أو قاعد عليهم، عندي فورورد تانج بوستشر، إذا حيقول إذا 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 ما بيقدر يتكيف، أول ما حيقرب بده يقول، هو بده يقول الإنسان أس، بس لأنه التانج كتير قريب، أول ما حيقول أس، اول ما عم بيحاول يقول اس رح يضرب بالانسايزر، رح يطلع صوت الاس اف، اوكي؟ برجع بعيد، اترست هو هون بيقرب شوي التانك، ما حيقدر بالابر انسايزر ولا اللور انسايزر، حيقول اس عادي. اذا بده يقول اف حيكفي التانك لقدام، بس اذا كان هو اوريدي البوزيشن تاعه هيك، هو حيقول، ناوي يقول حرف السين، بس لانه سبيس كتير قريب من السنان، بدي يقول اس، حيضرب به هو، حتطلع اف، اوكي؟ هيدا عاد هيك بالفورورد بالتانك بوستشر، بيقول بيصير في لسبنج، بيصير الاس اف. هلا اكيد في عالم بيتمرنوا على الشيء، حتى لو عندهم كان فورورد تانك بوستشر بيقدروا يتمرنوا، في تمارين عليهم يعني، اوكي؟ هو بسمورن اورال ماي فانكشنال ثيرابي، بيقدروا يمرنون، هو اكيد والسبيتش باثولوجيست، هول اكيد بيقدروا يشتغلوا بهالشغلات، بيمرنوا على الالفاظ الصحيحه يعني. الا اذا سمبس اسوشيتد وذ انتيريور لسب ديورينج سبيتش، ات بريفنت ذا فول فيرتيكال ديفلوبمنت اوف ذا انتيريور دنتال الفيور سيجمنت ريزلتنج ان انكومبليت اوفر بايت اور انتيريور اوبن. مثل ما حكينا عن فوق، اذا قعد التانج هون عم بيقول هو بتمنع الفيرتيكال ديفلوبمنت، يعني بتمنع السنان ينزلوا لتحت الابر واللور تيث الانسايزر يطلعوا لفوق. طيب هذا حكينا عنه. عم بيقول these two variations have somewhat similar effects on developing occlusion. هو عم بيقول انه هول التو تونغ ثراستس عندهم similar effects على developing occlusion. انا برجع بقلكم بكررها، شغله مش تونغ ثراست، شغله تونغ بوستشر، ما مش تونغ ثراست. اثنيناتهم هن هول، وكانوا بتلت ساعه بالنهار ما حيعملوا مشكله يعني، الشغله بالتونغ بوستشر يعني. بس هو عم بيقول هون they respond differently to orthodontic treatment designed to reposition teeth. انه هون اثنين ال adaptive swallowing وال swallowing with endogenous tongue thrust they respond differently to orthodontic treatment. انه ال response تاعهم للعلاج التقويمي مختلف. شو بيقول هون؟ the adaptive tongue will be changed if teeth are moved. يعني adaptive tongue إذا أنا في عندي مثلا هون anterior open bite وجيت سكرتها لل anterior open bite، لح البيشنت لح يبطل في عنده ضرورة يسكر هون، فيمكن يرجع يسكر ورا. هيدا وهذا الشيء مزبوط يعني، هذا اللي عم بيقوله هون، هيدي الجملة مزبوطة يعني، أوكي؟ هاي الجملة مزبوطة. إذا أنا كان في عندي بيشنت عنده open bite وصلحت له إياه، احتمال كبير وهو during swallowing عنده tongue thrust، احتمال كبير يرجع طنج يعد ورا البوستيريور تو ذا ابر انسايزر. هذا شيء مزبوط اللي عم بيقوله هون. But the endogenous tongue not and will and the but the endogenous tongue not and will reproduce the original tooth position of this artery. يعني اذا انا في عندي endogenous tongue thrust، تقول مثلا، انت اعطي مثلا، اذا في عندي ماكرو جلوسيا، عندي تانج كبير، التانج الكبير
اذا مثلا تسبب بها الاوبن بايت وانا عالجته بالتقويم، اذا ما عالجت الطنج الكبير رح ترجع المال اوكلوجن. ليش السبب انا سبب المال اوكلوجن ما عالجته، انا عندي الطنج اوريدي هو كبير يعني. فاذا ما عالجت هالشيء حتى لو سكرت هالاوبن بايت بالاورثو رح ترجع تفتح بعد التريتمنت، حيصير في عندي ريلابس يعني. هيدا هون اللي عم بيقوله هو انه بالادابتيف تانك اذا حركت السنان بيمشي الحال، اذا بالاندوجينس تانك ثراست ما حيمشي الحال اند ويل ريبروديوس ذا اوريجينال توث بوزيشن، حيرجع يصير في عندي المال اوكلوجن اللي كان قبل ما صلحها بالتقويم. هذا اللي عم بيقوله هون. لو هو حط صوره هون لبيشنت عنده تانك ثراست عم بيقول انه الاكسترا اورال فيوز 50 اذا بتشوف هون قديش عالي الانسايزرز بالنسبه لهون يعني. ان هيدي اكيد عندها ال اذا بتتذكروا بسميه هاي، وحتى هيدا هون هوريزونتال ان كمان اللور انسايد ذي ار بروكلايند يعني عندي هوريزونتال تانك بوزيشن هون. فهون عم بيقول انه 50% بس من الانسايزرز ديورينج سمايل ديسبلاي، انه هي عم تضحك مش مبين غير 50% من الانسايزرز. هيدا المفروض عند النساء تقريبا يبين كل الانسايزرز و1 ل2 مللي من الجنجيفا. فهون عم بيقول انه هيدا من ورا التانك anterior tongue posture مظبوط. اذا قال anterior tongue posture مظبوط مش anterior tongue thrust مظبوط اللي عم نشوفه هيدا. انترا اورال فيوز شو 3 ملم anterior open mouth with divergent occlusal planes from the first premolars، انه هيدا عم بيقول لنا من ورا anterior tongue posture عمل لي هالمال اوكلوجن. طيب رح ننتقل هلا شوي على بروفيت، اقرا كلمتين بخصوص التانج ثراست حتى تفهمها انت. ده كتاب بروفيت، شو بيقول بالتانج ثراستنج بروفيت هون؟ بيقول much attention يعني في اهميه كبيره has been paid at various times to the tongue and tongue habits. عم بيقول انه بمختلف الفترات كان في اهميه كثير بالنسبه للتونج والتونج هابتس. يعني التونج هابتس شو عم بحكي على التونج ثراست يعني as possible etiologic factors of mal occlusion، كاحد مسببات المال اوكلوجن etiologic factor. عم بيقول the possible deleterious effect يعني الاشياء الضاره اللي ممكن تحدث من وراء التونج ثراست سولوينج اللي هون دي شو بس قبل هو عرف شو هو التونج ثراست سولوينج. شو هو التونج ثراست؟ ديفايند ات ذا بليسمنت اوف ذا تونج تيب، انتبه تونج تيب، راس اللسان فورورد بتوين ذا انسايزرز ديورينج سولوينج. فاذا هو التونج ثراست شو الديفينيشن تاعه؟ ذا بليسمنت اوف ذا تونج تيب فورورد مش باكورد، انتبه فورورد بتوين ذا انسايزرز ديورينج سولوينج. اوكي بحط البيشنت لسانه بين الاسنان الاماميه فوق وتحت اكيد ديورينج سوالوينج خلال السوالوينج خلال البلع. بيرجع بيقول هون انه كان يعتقد انه هول ذا بوسيبل ديليتيريس افكتس اوف تانج ثراست سوالوينج از اوفن ثوت تو بي ا كوز اوف مال اوكلوجن، كان يعتقد في السابق ان التانج ثراست هو احد اسباب المال اوكلوجن. بالرغم عم بيقول despite the number of studies that have found no such relationship، الدراسات العلميه بينت انه هيدا الشيء ما له علاقه ما له خصه ما بيعمل يعني. اوكي انا حقرا بس كلمتين بعد انه كم باراجراف بفيدونا شويه وبتعرف انت شويه اكثر. رح اقرا هيدا البارت انا هون. عم بيقول this is not to say، هلا هون كان في حكي بالباراجرافس اللي فوق عن هالشيء انا مش احكي عنهم. عم بيقول انه the tongue has no etiologic role in the development of open bite mal occlusion. هيدا عم بيقول ما بدنا نقول هالشيء يعني، ما بدنا نقول انه التانج ما عنده هالشيء، هو غلط. شو هو الصح؟ from equilibrium theory بذكر نيوترال زون لايت، انتبهوا على الكلمه لايت خفيفه but sustain the pressure مستمر by the tongue against the teeth. يعني light خفيفة بس طويلة المدى ضغط من التانج على الأسنان would be expected to have significant effects، هيدا أكيد حيعمل نتائج مؤثرة. أوكي tongue thrust swallowing عم بيقول بس tongue thrust swallowing بس لما بحط لساني بين السنين أنا وعم ببلع ريقي simply بكل بساطة has too short duration، يعني عنده وقت كتير قصير لحتى to have an impact on tooth position، يعني ما عنده وقت الثانية هيدي اللي بيبلع فيها الإنسان ريقه ما حتأثر ما حتعمل لي مال occlusion. pressure by the tongue against the teeth during typical swallow lasts for 1 second. أنا ما قلت لكم
عم يبلع انسان ريقه بده حوالي ثانيه واحده. هيدا البريشر لمده ثانيه عم بيقول. بس هون بيقول a typical individual swallows about 800 times per day. يعني الانسان العادي بيبلع ريقه حوالي 800 مره بالنهار while awake، هو فايق. But only a few times per hour per day، بس عدة مرات فقط هو نايم. بقول التوتال هون is usually under 1000. هلا في عالم ممكن، عالم نادر مثلا ممكن 1200 ممكن، بس انه حتى لو 1200 يعني شو هو هالرقم؟ يعني 3 ساعة بالنهار ولا شيء. 1000 seconds of pressure، عم بيقول 1000 ثانية من الضغط. Of course only totals a few minutes not nearly enough to affect the equilibrium. هيدا ما حيأثر على اسنان، على البوزيشن للاسنان، ما حيعطيني خلل ما حيعطيني هيدا مال اوكلوجن التونج ثراست. بقول اون ذا اذر هاند، على الميل الثاني، اف ا بيشنت هاز ا فورورد ريستنج بوستشر اوف ذا تونج، عنده لسانه مقرب لقدام فورورد ريستنج، هو ات ريست التونج مثلا لاقي على السنين، شو هيعمل؟ ذا ديوريشن اوف ذيس لايت بريشر، هيدي الديوريشن المده الطويله لهيدي الضغط الخفيف كود افكت توث بوزيشن، ممكن ياثر على وين السنين، توث بوزيشن محل السن، فيرتيكلي اور هوريزونتالي، ممكن يعطيني اوبن بايت او ممكن يعطيني اوفر جت، يزيد الاوفر جت اذا كان الابر انسايزرز، اذا كان التانج عفوا لاقي على الابر انسايز حيعطيني كلاس 2 اوفر جت كبيره، اذا التانج لاقي على اللور انسايز حيعطيني كلاس 3. اوكي حيصير في عندي ريفرس اوفر جت، اذا التانج كان قاعد بين السنين لفتره طويله حيعطيني اوبن بايت. بيقول هون تونج تيب بروتروجن during swallowing is sometimes associated with a forward posture. يعني tongue thrust اللي هون ممكن يكون مصاحب لإله شو؟ forward tongue posture. اوكي يعني اللي عنده tongue thrust ممكن كمان اصلا يكون في عنده forward tongue posture. اوكي فبيقول if the position from which the tongue movement start is different from normal، يعني اذا كان tongue position اللي عم يبلش فيه الموفمنت الحركات تعول التانج كان اب نورمال، النورمال بوزيشن وين هو؟ يكون قلنا على اساس البابيلا تاعيت البالت، اذا ما كان بهالمحل so that the pattern of resting pressure is different. يعني افترضنا الريستنج بريشر تاعيت التانج الاب نورمال مثلا كانت على السنترال انسايزر، ابر سنترال انسايزر، شو حياتي؟ حتيني اوفر جت لقدام. There is likely to affect on the teeth. هيدا ممكن أكيد يعطيه تأثير على السنين. Whereas if the posture is position is normal, the tongue thrust swallow has no clinical significance. بينما إذا كان في عندي أنا normal resting posture, the tongue thrust ما حيأثر. Okay, the tongue thrust ما حيعمل لي مشكلة. Tongue thrust ممكن يأثر أيمتى؟ إذا كان في عندي أنا already abnormal resting tongue position. إذا في عندي abnormal resting tongue position و tongue thrust حيكون عندي افكت على السنين، بس اذا كان في عندي نورمال ريستنج تانك بوزيشن وتانك ثراست هيدا الشيء ما حيأثر ما يعطيني مال اوكلوجن. بختم هون بهالجمله عم بيقول perhaps this point هيدا اللي فوق اللي حكينا عنه can be put in perspective by comparing the number of children who have an anterior open bite with the number of children at the same age reported to have a tongue thrust swallow. يعني كيف نحن بنعمل هالنقطة؟ بنقارن الأشخاص اللي عندهم anterior open bite بالأشخاص اللي عندهم tongue thrust. إذا tongue thrust هو بسبب open bite معناتها كل patient open bite مفروض يكون في عندي tongue thrust له. هيدي النظرية عم تقول يعني إذا الأشخاص اللي عندهم anterior open bite ما بيتساوى مع عدد الأشخاص اللي عندهم anterior tongue thrust معناتها الانتيريور تانج ثراست ما حسبب مال اوكلوجن، ما حتسبب لي اوبن بايت. هون عم بيقول at age 6 هيدي الصوره اللي هون شو بدكم فيها كثير هلا. The number of children reported to have a tongue thrust is about 10 times the number to have an anterior open bite. الاطفال حسب الدراسه اللي انعملت هيدي اللي هون 5.38 هون دراسه بتقول شو الاشخاص اللي عندهم anterior tongue thrust ان 10 مرات اكبر من الاشخاص اللي عندهم anterior open bite. معناتها اكيد
اذا في عندي عدد اشخاص كثير عندي انتيريور تونج ثراست اكبر كثير من الاشخاص اللي عندي انتيريور اوبن بايت، معناتها اكيد الانتيريور تونج ثراست ما هي هي هتسبب لي الاوبن بايت. يعني في سبب ثاني للاوبن بايت مش الانتيريور تونج ثراست، لان انتيريور تونج ثراست اكثر ب10 مرات من الانتيريور اوبن بايت. عم بيقول thus معناتها there is no reason to believe that a tongue thrust always implies an utter thrust position. يعني هون شو عم بيقول؟ معناتها انا مش كل شخص عنده anterior tongue thrust معناتها هو الرستنج تانك بوزيشن تاعه غلط. هذا الشيء مش مظبوط. بيكون في عنده anterior tongue thrust بس الرستنج بوزيشن للتانك مظبوط، يعني هو ورا الابر انسايزرز. واكيد هذا مش كل انسان عنده tongue thrust والليد تو مال اوكلوجن. يعني اوكي، لان يعني كميه الاشخاص اللي عندهم تونج ثراست 10 مرات اكثر من اللي عندهم اوتيلي اوبن بايت. اخر جمله هيدي، ان تشايلد هو هاز ان اوبن بايت، بالطفل اللي عنده اوبن بايت تانك بوستشر ماي بي ا فاكتور، تانك بوستشر راستنج بوستشر ممكن يكون سبب، بس ذا سولو اتسلف از نوت. البلع او اوتيلي تونج ثراست اللي بيصاحب هالسولو هيدا منه تانك بوزيشن اترست ايه سؤال ولا. هيدا نحن هلا بنكون خلصنا السوفت تيشو فاكتورز، ان شاء الله مرة جاي بنكفي الدنتال فاكتورز.